عشان هو خلاص لازم يسكت، لان فريش يا خطأ ليلي دي حصل. عليها. انا شفت برضو ماتش البرازيل في كأس العالم، اللي بالايد اللي ثلاث خدها مرات. مرتين بالايد وبعدين خدها بايده مرة نفسه هي كمان. بدأت الايد بدأت من مارادونا. من مارادونا، يعني لكن هو علي ده الناصر. علي بن ناصر. نشوف الهدف الثاني يا استاذ محمد، وبعدين برضو طيب. كابتن سعيد، يعني عايز اتكلم برضو على، يعني قبل ما هدخل على سموحه، لان برضو موقف سموحه الى حد ما يعني مزعل اسكندريه، مزعل أكيد صح، اسكندريه ده أكيد. اكيد. انما سموحه في المركز الاخير، مش كده؟ ثلاث نقط، ثلاث نقط جايب هدفين وعليه بدون 10، فوز. ثلاث تعادلات، باين ثلاث تعادلات، ثلاث تعادلات، ثلاث تعادلات. الفكره في الثلاثه بونت انك ممكن تخسر ماتش وتكسب ماتش، احسن ما تتعادل الماتشين تعادل ثلاث ماتشات. او تعادل ماتش ثلاث نقط، ثلاث نقط مهمين في المكسب جدا. لكن سموحه ما حققش ولا فوز لحد دلوقتي. يعني حضرتك، يعني انا لو خسرت ماتشين وكسبت ماتش زيك، انت تعادلت ثلاث ماتشات زي ما انت تعادلت ثلاث ماتشات. انما يعني فعلا تخسر وتكسب احسن ما احسن ما ومع تتعادل. ذلك لسه برضه كله قريب في الجدول، كله قريب. بس انت بتتكلم في نقط، ان لما ما بتفوز انت كلاعب بتحس بنوع من الاحباط شويه، انت مش هتقدر، انت بس الفرق التانيه بتبدا تطمع فيك، يعني دي القصه. يعني في حاجات بتفوق وفي حاجات بتهمد اللعيب، والحاجات دي طبعا اللي بتحصل في الماتش نفسه، في بتحصل كوره في ممكن تغير نتيجه ماتش. يعني هو كله قريب لغايه المركز السابع الثامن، نقول ماشي، لكن بعد كده في فاصل كبير، فاصل كبير. يعني نقول السموحه ثلاثه، الاول 17. لا هو مش هيبص على الأول بقى، هو هيبص مثلا هيبص على اللي فوقيه، مثلا ما اللي فوقيه ستة 6 8 مليونة. 9. بس برضو ايه، ان في ناس لعبت، فرق لعبت 9 ماتشات، وفرق لعبت 8، وفرق لسه لعبت 6. ما هو يعني برضو احنا ما ستة، هو ترتيب الجدول ده بيعتبر يعني احنا لسه لسه يعني الجدول ده 6 ماتشات بس. 6 ماتشات بس. احنا كم لنا، كم دلوقتي؟ احنا دلوقتي احنا 9 نقط، ولنا ماتش مع مصر المقاصة، وماتش مع الأهلي، وماتش مع اتحاد الشرطه، دول مؤجلين. فالماتشات دي مؤجله، فديت يعني ان شاء لا الله فرصة كبيرة طبعا، فرصة يكون كبيرة كبيرة، بتبقى فرصة مكي كبيرة. رجع، احمد عيد عبد الملك رجع، أوكا، اوكا، او كلها كاميني، اسبوعين كاميني صعب اسبوعين. لا يعني، كاميني خلاص، كاميني اصلا يعتبر خارج حكم الموضوع في حكم الخارج. خلاص، كاميني خلاص. يعني احمد عبد الغني لما نزل الماتش اللي فات كان نازل تجربه يتجرب، كان بديل يعني كمان. لانه هو كان قايم لسه من استغل عمليه في الإصابة. الغضروف، يعني كان لسه قايم من عمليه فبيتجرب، فلسه يعني برضه ان شاء الله الماتشات اللي جايه يكون يعني تماثل للشفاء كده، هو اكتمل شفائه. فان شاء الله يعني اوكا ومكي واحمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغني يشفوا ان شاء الله. يعني خشينا يا استاذ محمد على الماتشات اللي بعد كده، عشان نكمل ماتشات الدوري كلها. ماتش الاتحاد كده يعتبر انتهى بالنسبة كبيرة. اتفضل يا فندم، على ما يدخل على الماتشات التانية. انما الحرس قدامه فرصه كبيره ان هو يعدل من موقفه في الدوري، وانه يستعيد كمان عناصره معناها. هي الاساسيه الماتشات اللي جايه الثلاثه صعبين طبعا طبعا. يعني مقصه صعبه، تكلم في اهلي واتحاد شرطه، ده ناس اول يعني الدوري، المقاصه في الفيوم، مقصه ما شاء الله. في الفيوم وفريق الفيوم والشعب الفيوم كله وراها، يعني الاستاد مليان. الاهلي واتحاد الشرطه، اتحاد الشرطة بينافس، والاهلي طبعا والاهلي طبعا عايز يتصدر، لانه برضه نفس العملية 6 ماتشات، يعني ليه مؤجلات 3. فيعني لو هو برضه احنا بنحسب مؤجلات لينا وهو بيحسبها ليه بالظبط طبعا، هو طبعا فيها وانت طبعا فدي فيها. مشكلة يعني برضه، يعني احنا ان تقدمنا نقول نتقدم ماتش او ماتشين ان شاء الله، يعني فبرضه هتحدد مركزنا في طبعا. الجدول. كابتن سعيد، عايز اتكلم برضه على الحكم كحكم، ايه اللي ناقص عشان برضو الحكم يدخل في حتة الاحترافية الكاملة؟ يعني انا مش عايز اتكلم برضو على حتة فنية، عشان انت دي بالنسبة لك صعبة شوية، لكن هل متوقع يتم تطبيق الاحتراف على الحكام برضو ولا لا، ولا الامور ايه؟ هو يتم يعني كده لو الاتحاد الدولي اجبرك على حاجة، بس
يوم الاتحاد الدولي يجبر يجبر الاتحاد المصري على ان هو يطبق الاحترافيه على الحكام وكده، انما طول ما هي حسب اللي هي ممكن حد يطبقها او لا فانا ما افتكرش، بعيده بعيده عن تطبيقها هنا في مصر. طب احترافيه ازاي يعني؟ ان الحكم ما يبقالوش شغلانه الا الكوره زيه زي اللاعب. ايوه ايوه شروطه ويقبض شروطه كويس يعني ويتعاقد كويس وكل حاجه يعني برضه عن اتحاد الكوره يعني محترف عند اتحاد الكوره. ما يعني الاتحاد الكروي هو اللي بيدير اللعب، ما هو اللي بيدير اللعبه، هو اللي هيدفع له. هو اللي هيدفع له طبعا، يعني هو اللي هيعوضه عن ان هو هيسيب اعماله الخيريه وهتفرغ له. ما هو انا ده سؤالي، هل متوقع ده يتم ولا لا، ولا انت شايف ان ده صح ولا خطا ولا ايه؟ طب ما هو كده ولا كده برضه، ما هو تحت برضه. معلش يا استاذ محمد، هنرجع بالجول عشان في ست اللي هو ليه تعقيب عليه والكابتن سعيد ليه تعقيب عليه برضه، ويا ريت تجيبوا لنا على الشاشه هنا عشان برضه يبقى في وشنا بعد اذنك. وريت يثبتها يوريني اكيد الاعادة، هيبقى في اعادة للكرة نفسها، يوريني الكرة طالعة منين، طلعت منين وهو فين. اكيد هيعيدوها تاني عشان هو ده، حتى كان في اعتراض من الجهاز الفني. كابتن طارق العاشر عمل حتة حلوة وبعد اللاعبين عن الاعتراض، وبعدين فاهم يعني حتة ان ابعد انت، وبعدين يا كابتن سعيد يا ست الله قول لي رايك يا كابتن سعيد. هو سبت له الراي خلاص، هو سبت له مصمم انها اوف سايد. لا نرجع لا لا احنا عايزين، مش عايزين احنا عايزين ساعه الكوره ما جات له. والله ما فيهاش ما لهاش اعاده، انما يعني خلاص سبق السيف العزل، هو سيبقى اتحسبت ويعني الامور خلاص يعني. لا الموضوع ما هو منهي، ما هو طالما الحكم صفر خلاص انتهت. واحنا كلمنا حد لكن برضه بنحاول نصفر. ده احنا بنروح في ماتشات واحنا قاعدين في المقصوره الرئيسيه بتسمع كلام مع لو حصل اللقطه زي ديت مع فرقه غيرنا كانت الدنيا بتتقلب، المقصوره كانت بتتقلب. احنا لا اعتراض على التحكيم، احنا اللاعب اللي بيعترض على حكم بيعاقب. لا الناحيه الاداريه عندهم، احنا الناشئين نفسهم قال لهم لا اعتراض على التحكيم مهما اخطا مهما أخطأ.